ثابتة في الثلاث دقائق الأخيرة نفذت بسرعة. توفيق عدادي يقدم لبليلي، نريد كرة ممتازة بشعيرة، نريد كرة ونريد توزيعة لأن الشوط الأول بهدف على الأقل. توفيق عدادي توزيعة، الهدف الأول بن سايع هو الذي يفتتح باب التسجيل لشبيبة القبائل. هدف في وقت مثالي، قلنا نريد الهدف الأول، نريد أن ننهي هذا الشوط الأول بهدف جاء في الوقت المناسب من بن سايع الذي يفتتح المشوار مع الشبيبة بهدف غالي وثمين في مرمى المريخ السوداني. أفضل سيناريو ممكن للشبيبة كان هكذا، استرجع بشعيرة، قدم الكرة لتوفيق عدادي، توغل وزع من أين جاء هذا الصغير الرائع والمميز. بن سايع جاء من خلف الجميع، اختفى وظهر في الزاوية التي لم يكن ينتظرها دفاع المريخ السوداني، وسجل أغلى الأهداف للشبيبة، أغلى الأهداف له لأنه يبدأ مشواره مع الشبيبة قاريا بلا هدف في مرمى المريخ. هدف من كل الزوايا معك يزيد، لأنه هدف غالي للشبيبة، هدف جاء في وقت مثالي ومناسب في مباراة صعبة من ناحية البدنية، صعبة أمام